أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم. ما زلنا مع بطولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقام هذا الأسبوع، وما زلنا في الجولة الثانية التي كان بها دور غريب وعجيب. بطله هو الأمريكي دانيال نارودسكي الذي التقى مع الأمريكي الآخر من أصل صيني جيفري زيونغ الذي يلعب بالأسود وكان مسيطرا على الموقف وله تهديدات خطيرة للغاية، ولكن فجأة جاءت نقلة لا نعرف من أين فصدت هجوم الأسود بل وأتاحت الفرصة لدانيال للفوز، الذي لم يكتفي بهذه المفاجأة فقط بل في الجولة الخامسة وأثناء لقائه بكاروانا كرر هذه المفاجأة، وربما نرى هذا الدور المميز في فيديو قادم. دانيال نارودسكي بالأبيض وبدأ دي فور، ورد زيونغ نايت اف 6 نايت اف 3 افتتاح بيدا الوزير دي 5 اي 3 نظام كولي سي 5 نايت دي 2 اي 6 بي 3 ده بيسمى تفريع ذكرتورت بي 6 بيشوب بي 2 بيشوب دي 6، وهنا عادة الأبيض بيلعب بيشوب بي 5 تشيك، لكن نارودسكي رد بنقلة جديدة بيشوب دي 3 سي دي 4 اي دي 4 بيشوب اي 6 طالي بيتخلص من الفيل القوي، لكن الأبيض رفض ولعب سي 4 كسل كسل نايت دي 7 نايت اي 5. الحصان الأبيض وصل لموقع مزعج للغاية لأنه بيحد من نشاط قطع الأسود، فمثلا لو الأسود حاول يتخلص منه بنقلة زي البيشوب اي 5 هياخد طالب الحصان، وبعد تراجع الحصان هيلعب كوين اتش 5 طالب المات، والأسود هيواجه صعوبات كثيرة، فمثلا لو رد بالجي 6 هيلعب كوين اتش 6 وبيهدد بنايت اف 3 ونايت جي 5 والمات لا يمكن منعها، بينما لو اخذ بالحصان هياخد بالبيدة بشوكة لقطعتين. لاحظ ان البيدة محمي جيدا بالفيل، اذا الابيض افضل في هذا الموقف، والاسود كمل روك سي 8 اف 4 بيدعم الحصان وبيتهيأ للعب الاف 5، وهنا الاسود جات له فكرة غريبة ولكن جيدة وبدأ ببيشوب بي 7 كوين اي 2. الابيض انهى تعبئته وربط بين الرخين، والاسود مكمل في فكرته بروك سي 7 روك اي 1 وهنا لعب كوين اي 8. دي فكرة الاسود، بيكون بطارية بالوزير والفيل وبيتهيأ لاخذ البيدة على السي 4 وفتح الوتر الطويل وتنشيط كل قطعه عن بعد، والابيض ايضا كمل في فكرته باف 5 اي اف 5 روك اف 5 بروك اي 8 وبيضع الرخ والوزير على نفس العمود، ودلوقتي الحصان مربوط، ولكن الابيض كمل بروك اف 1، ودلوقتي الابيض له تهديدات خطيرة. اولا بيهدد بطريق غير مباشر البيدة اف 7 ولذلك الحصان لا يستطيع التحرك، وايضا الحصان الاخر لو ذهب مثلا للاف 8 عشان يجعل الرخ يحمي البيدة الابيض هيضحي فورا بالحصان، وبعد الاخذ هيتفتح العمود جي والوزير هيذهب للجي 4 في امان بكش، والملك الاسود هيعاني كثيرا، ولذلك الاسود لعب النقلة الدفاعية روك اي 6 وبيحمي الحصان سي دي 5 بيشوب دي 5. الاسود وصل لتنفيذ بعض من فكرته والتهديد الدائم لبيدة الجي 2، والابيض رد بنايت سي 4 بيهدد بكسر الفيل، والاسود اخيرا اتخلص بامان من الحصان، وبعد الاخذ الابيض ظاهريا بيهدد الحصان والفيل
لكن البيضة مربوط، ولكن الأبيض يستطيع بسهولة الاستفادة من الموقف بكوين F2 مثلا أو كوين C2 ويخلص البيضة من الربط ويفوز بقطعة. ولذلك لا يوجد غير البيشوب C5 تشيك كينج H1، وهنا الأسود ضرب ضربته بنايت E4. الأسود تحول إلى وحش كاسر، الحصان في موقف متحكم، والأسود لدي في لين في منتهى القوة بيصوبه على الملك بمساعدة الوزير، والرخ مستعد في أي وقت للتحول للمربع G6 أو H6 والضغط على جناح الملك. ولكن الأهم أن الأسود له تهديد خطير بنايت G3 تشيك بشوكة عائلية ويفوز، لان الابيض لو اخد الحصان هيخسر ايضا بروك اتش 6 تشيك، والملك لا يستطيع التحرك لوجود الفيل ولابد من التغطية بالرخ. لكن الاسود له الضربة التكتيكية بيشوب جي 2 تشيك، والابيض لابد ان يأخذ بالوزير، وهنا الاسود هياخد بتشيك ميت. اذا الاسود تحكم تماما في الدور، والابيض دافع بروك اف 4 بيهدد الحصان، وفي نفس الوقت بيستعد لو الحصان ذهب للجي 3 بتشيك هياخد امنا، لان بعد الروك اتش 6 تشيك الرخ يستطيع التغطية والابيض بيخرج فائزا بقطعة. ولذلك الاسود لعب اف 5، اولا بيحمي الحصان، ثانيا وهو الاهم بيستعد اللعب النايت جي 3 تشيك، لان بعد الاخذ هيلعب الجي 5 ولابد للابيض ان يخسر الرخ، لانه لو اتحرك الاسود هيعطي المات بروك اتش 6 تشيك ميت. اذا موقف الابيض في منتهى الحرج ولابد ان يتصرف فورا، ولكن حتى اذا اخذ البيضه هنصل لموقف شبيه بالسابق، والاسود هيكمل بنايت جي 3 تشيك ويفوز في الحال. ويبدو ان افضل رد هو اخذ الحصان، لكن هنا الاسود هياخد بالفيل، والفيلين اصبحوا اكثر شراسة، فله ميزة زوج الافيال، وايضا بيهدد بروك جي 6 والضغط على بيدة الجي 2، والاسود في طريقه للفوز. اذا كيف يتصرف الابيض؟ وقبل ما نكمل لازم نقول معلومة، ان نارو ديسكي له ميزة تأليف كتب الشطرنج وبخاصة الالغاز، ولذلك استطاع ان يخرج من هذا المأزق بل ويصل لموقف افضل. يا ترى ايه هي نقلته المستحيلة؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. نارو ديسكي لعب ببساطة بي 4، الهدف هو ابعاد الفيل عن الوتر الخطير، والاسود كل خططه اصيبت بالفشل. فلو لعب مثلا جي 5 بيهدد بالنايت جي 3 تشيك، هنا الابيض هياخد ببساطة الحصان، واذا الاسود اخد الرخ مثلا هياخد الفيل طالب الوزير والرخ المربوط، ولابد من اخذ الفيل، وهنا هياخد الفيل الاخر وهيصبح متفوق بقطعتين امام رخ. وحتى اذا الاسود كمل بروك سي 5 فائز ببيدة وطالب الحصان، الابيض ببساطة هياخد بيدة الاف 4 وهيحمي الحصان، بل وهيسقط بيدة الاف 5 الاسود، والابيض في طريقه للفوز. اذا الجي 5 لا تصلح. وبعد الدور وجد ان افضل نقلة للاسود هي لعب بي 5 طالب الحصان، ولكن الابيض هنا ايضا هياخد الحصان الاسود، وبعد الاخذ هيلعب نايت دي 2 بيصوب على الفيل وطالب الفيل الاخر، ولابد هنا من اخذ البيدة، وبعد اخذ الفيل الابيض هيلعب ببساطة كوين بي 5، وحنصل لموقف متعادل ماديا، وكل طرف لديه بيدق سالك، لكن الابيض افضل
لأني لديه رخين مترابطين أكثر نشاطا من رخي الأسود اللي لابد أن يجاهد لكي يصل للتعادل. إذن النقلة بي فور حلت كل مشاكلي، لأن بعد بيشوب بي فور هنا فقط الأبيض يستطيع لعب النايت اتش 3 اللي كان لا يستطيع لعبها، والفيل على الوتر بيصوب على الفيل وهيحرم الاسود من ميزة زوج الافيال، وكذلك طالب بيدا الاف 5، والاسود حزينا لعب جي 6 بيحمي البيدا، اي 3 بيشوب اي 7 نايت دي 5 كوين دي 5. لاحظ كيف تغيرت الاحوال والابيض هو اللي بيحتفظ بميزة زوج الافيال، بل ولعب النقلة كوين اف 3 بيربط الحصان، والاسود يائسا لعب نايت سي 3 طالب تكسير الوزيرين، وهنا جاءت النقلة التانية اللي حسمت الدور للابيض. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الابيض لعب بيشوب سي 4 بيربط الوزير والرخ على الملك، والاسود لا يستطيع اخذ الوزير اولا لان الابيض هياخد الرخ بتشيك، وبعد تحرك الملك هياخد الوزير ويخرج فائزا بقطعة، ولذلك مجبر على تضحية الفرق. وبعد اخذ الوزير والاخذ بالحصان الابيض اخذ الرخ واصبح متفوق بفرق، بل ولديه بيدا سالك. مين كان يتصور اننا نصل لهذا الموقف من نقلتين فقط؟ هذا هو الشطرنج. على اي حال الاسود له ميزة، وهي اغلبية البيادق في جناح الوزير 2-1، ولذلك حاول يستغلها فورا لاخراج بيدا سالك، ولذلك لعب فورا بي 5 طالب الرخ وبيستعد لتقديم البيادق في جناح الوزير وانتاج بيدق سالك. روك سي 8 تشيك، كينج اف 7، روك اف 3، نايت بي 6 طالب الرخ، الرخ ذهب للاف 7 طالب بيدق الاي 7 وبيربط الفيل، نايت سي 4 طالب الفيل، بيشوب سي 3، نايت اي 5. الاسود اخيرا تخلص من البيدق السالك الابيض، وفي نفس الوقت بيهدد الرخ اللي ذهب للاتش 3 طالب بيدق الاتش 7 اتش 5 روك اي 7. الابيض بيهدم حلم الاسود في انتاج بيدق سالك، اف 4 روك بي 7 طالب البيدق الاخر، وهنا الاسود لعب فخ بسيط روك سي 6 بيترك الحصان بدون حمايه، لكن الفيل لو اخده هيلعب روك سي 1 تشيك ميت، ولكن الابيض كمل روك بي 5 بيتخلص من البيدق الثاني، وفي نفس الوقت طالب ياخد الحصان، بيشوب اف 6 بيحمي الحصان روك بي 1، نايت جي 4 طالب تكسير الفيلين، وكذلك طالب النايت اف 2 بشوكه للملك والرخ، والابيض رد على التهديدين ببيشوب اي 1 بيحمي المربع، روك سي 2 مازال بيهدد بالنايت اف 2 تشيك او حتى الروك اي 2 ومنع البيدق من التقدم، لكن الابيض عرف طريقه بروك اف 3 طالب البيدق جي 5، وهنا لعب اتش 3 والحصان لازم يحدد وجهته، وتراجع للاي 5 طالب الرخ روك اف 2 طالب تكسير الرخين، الرخ تراجع، لكن بعد الروك اي 2 البيدق اصبح طريقه سالك الى مربع الترقية، والاسود حاول يعطله باف 3 طالب ياخد على الجي 2 بتشيك، لكن الابيض عارف طريقه باي 4 روك اي 4 بيشوب جي 3 اف جي 2 تشيك كينج جي 2 نايت دي 3 اي 5، والاسود بيحاول يعطل باتش 4 لكن الابيض ترك الفيل ولعب اي 6، وبعد اخذ الفيل اي 7 والبيدق هيصل لمربع الترقية، نايت اف 4 تشيك
كينج جي 3 روك اي 3 تشيك كينج جي 4. وهنا الاسود للاسف سلم لانه لا يستطيع منع البيدق من الترقيه رغم انه ادى دور ولا اروع، ولكن النقله بي 4 كانت اقوى من الجميع. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذا الدور، والى اللقاء في ادوار قادمه. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناه وشارك بتعليقاتك.